لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. الحديث عن التوبة سهل، أما تحقيقها فأمر عجائبي. ليس أفضل التائبين أكثر من يتحدث عن التوبة، بل التائب الحقيقي هو من يعيشها في السر وفي الخفية. الدعوة إلى التوبة دائمة، لأن الإنسان في هذا العالم يحارب الخطيئة في كيانه ووجوده، إذ صارت الخطيئة والأهواء طبيعة ثانية لبسها البشر بعد السقوط. التوبة هي على الرجاء، لأن القدرة لإتمامها ترتبط بمشيئة الإنسان من جهة وبقوة الله من جهة أخرى. الصعوبة تكمن في الخروج من العادة، لأن الأهواء هي التعود على الخطيئة، وبالتالي هي ارتباط عضوي بين الإنسان والخطيئة. لتنفصل عن الهوى عليك أن تقبل بموتك عن ذاتك وتلذذاتك وتعزياتك المتأتية عنها. هل هذا ممكن ومستطاع للإنسان؟ من هنا حياة البر هي سعي دائم إلى الفضيلة بالتوبة. طبعا هذا يفترض أن أعرف خطاياي وأهوائي، وهنا الصعوبة الكبرى، أن أقبل بأني خاطئ حقيقة، وليس فقط أن أقول هذا الكلام بشفتي كصورة عن تقوى زائفة. لأن من يعترف حقيقة بأنه خاطئ يتألم من خطيئته ويطلب التحرر منها، وما عدا ذلك فهو موقف توبة زائف. مريم المصرية نموذج كبير جدا للتائبين، وعودتها إلى الله أمر عجائبي، لأن من ينغمس في اللذائذ كما هي يظلم فيه الفكر والقلب ويحتر جسده دائما، وبالتالي إمكانية توبته نادرة الوجود. من تعود اللذة هل يستطيع أن يتركها بقرار بسيط وواضح؟ الطهارة يقولة الدهر الآتي، والمؤمن مدعو لاقتنائها منذ الآن. لذلك التوبة هي عطية النعمة الإلهية، وبها وحدها فقط يستطيع الإنسان أن يتوب. ما لم يعطى الإنسان التوبة لا يمكنه أن يحققها، أي أن إرادة الإنسان وحده ورغبته بأن يغير ذهنه وطريقه وحياته وأولوياته لا تكفي بدون قوة النعمة الإلهية. في المرة القادمة نتابع حديث سيادة المتروبوليت أنطونيوس متروبوليت زحليوب علبك وتابعهما للروم الأرثوذكس، فتابعونا.